نحن اليوم على موعد لافتتاح بناية مديرية السكك الحديد العراقية للمنطقة الجنوبية، وإن افتتاح هذه البناية يمثل جزءاً من منهاجنا الوزاري الذي وضع خطة لتأهيل كافة البنى التحتية والفوقية المتعلقة بمشاريعنا الاستراتيجية والخدمية، ولتوفير بيئة مناسبة تمكن العاملين من الاستمرار في تقديم العطاء وتطوير الإنتاج، مما ينعكس إيجاباً على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين الكرام. إن إيمان حكومة الخدمات بضرورة مواكبة التطور والحداثة في عملية تنفيذ مشاريعنا مكنت أبناؤنا من إنجاز هذه البناية بمساحة كلية تقدر بألف متر مربع وبعدد 23 غرفة، فضلاً عن قاعة اجتماعات وتأثيثها بالكامل. ومن هنا نؤكد سعي حكومة الخدمات برئاسة دولة رئيس الوزراء الأستاذ المهندس محمد الشياع السوداني المحترم، والذي أسمى هذا العام بعام الإنجازات. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لتلك السواعد التي حققت هذا اليوم إنجازاً آخر يضاف إلى إنجازات الوزارة، والشكر موصول إلى محافظة البصرة والسلطة المحلية عموماً في البصرة، ممثلة بالسيد محافظ البصرة المحترم والسادة رئيس وأعضاء مجلس المحافظة. إن الشركة العامة للسكك ماضية في إنجاز الكثير من المشاريع المهمة، وعلى سبيل المثال للحصر مشروع خص سكة حديد حتشامة ساور الذي انجز وفي مراحل الافتتاح، واليوم تسير القطارات على الخط السكة الحديث، وخص سكة دورة مصافي وازدواجية خص سكة محمودية اسكندرية مسيب. ومن ضمن الأعمال المهمة التي تقوم بها شركتنا حاليا بإنشاء خط سكة حديد مزدوج من بصرة شلامجة، والذي هو حاليا بنسب إنجاز متقدمة، وذلك برفع مساحات كبيرة من الألغام على المسار المحدد ورفع التعارضات من خط السكة مع خط السكة وإنشاء جسر بفتحة ملاحية على شط العرب، وإن المشروع في مراحله النهائية لتوقيع العقد على إنشاء خط السكة مع شركة إيماثيا الإسبانية. ومن المشاريع المهمة التي نعمل على إنجازها مشروع بغداد بيجي، حيث دخل هذا المشروع في إعلان المناقصة لتنفيذ المشروع بكافة متطلباته. ومن الأعمال المهمة التي سيتم المباشرة بها قريبا هو صيانة وتأهيل خط سكة بغداد البصرة أم قصر مع كافة المحطات وورش الصيانة.